في خضم كل سنة هجرية جديدة تطل على المسلمين مناسبة عزيزة وذكرى غالية، محملة بالنفحات الدينية العطرة والنسمات الروحية الزكية. هي ذكرى تدعو كل ذي قلب سليم إلى التأمل العميق في سيرة رجل أمي بدأ حياته راعيا للغنم وأنهاها قائدا للبشرية. تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 من شهر ربيع الأول، وبهذه المناسبة تقيم البلدان العربية الإسلامية احتفالية دينية كما يجرى كل عام، وعلى غرار باقي هذه البلدان تحتفل الجزائر بهذه الذكرى المميزة. تتجهز الأسر الجزائرية لهذه الليلة بإقامة مأدبة العشاء وإعداد المأكولات التقليدية في إطار مظاهر احتفالية بهيجة وعادات أصيلة حافظ عليها الجزائريون منذ عقود. ويولي الجزائريون أهمية كبرى لهذا اليوم الذي يتيح لهم فرصة سانحة لاجتماع أفراد العائلة، إذن هي عادة أصيلة كانت ولا تزال جزءا من تقاليد الجزائريين وأعرافهم، حيث تزداد فيها أواصر المحبة بين الناس، بالإضافة إلى شعور الأطفال ببهجة هذه الأيام خاصة مع تبادل الزيارات بين الأقارب وتبادل التهاني في هذه الأيام الجليلة.